السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس أحمد. في هذا الدرس سنشرح لكم كيفية إيجاد، أو بمعنى آخر اللي هو الدرس عبارة عن interpolation، يعني نبي نوجد حاجة بمعلومية حاجة تانية. فأنا بنجيب توا حاليا الضغط. الضغط كيف ما واضح أمامكم، هذا الضغط وهذا جدول درجة الحرارة. درجة الحرارة ما يقابلها بالضغط، كويس. أنا عندي درجة حرارة عند 5 تساوي كذا، وعند 10 تساوي كذا، 15 تساوي كذا، لكن عند 34. نشوف ال 34 ما عنديش، لكن كيف ما نشوف قدامي ان 34 محصورة بين درجة حرارة 30 و 35. تمام، أنا عندي شني، عندي درجة حرارة 34، نبي نعرفها كم تقابلها بالضغط. أنا عندي 30 تقابلها كذا، وال 35 تقابلها كذا، لكن ال 34 ما عنديش. فخلي نحدد لها لون اللي هو هذا. نفس الشيء نبي نجيب الضغط، بنجيب عفوا درجة الحرارة بمعلومية الضغط. الضغط 22، 22 موجود بين 19 فاصلة كذا و25. فخلينا نحدد اللون الثاني، كويس. لو زي ما قلت لكم المرة الأولى، إني بنجيب الضغط بمعلومية درجة الحرارة 34، وكيف ما قلنا 34 محصورة بين هذا الزوز. نمشوا لحاجة اسمها، نمشوا للفورمولا، نمشوا insert function، نحدد هذه طبعا مش على most most recently used، على all. تبحث على ترند بشوية بشوية لما تلقاها ترند هي، تضغط اوكي. تختار هنا اول شيء، لاحظ ان هنا قال لك اكس اكس، يعني لابد هذو الحاجات اللي تكون متوفره عندك. يعني احنا اللي تو متوفره عندنا احنا درجه الحراره، معناها هذا الزوز حراره وهذه ضغط الاخيره، كويس. هذه ضغط، هذه درجة الحرارة لأنها متوفرة، وهذه درجة الحرارة الموجودة عندي اللي هي هذه، وندير أوكي. طلعت 5.35، صحيح. إذا 34 تقابلها من الضغط 5.35، جاية بين 4.24 و 5.62. تو أنا بجيب الضغط، أنا نمشي نفس الشيء نسيت فانكشن، تبحث على الترند، تبحث على الترند أوكي. طبعا تو بمعلومية الضغط، معناها الضغط يكون هذا الزوز ضغط وهذه درجة الحرارة. نختار أول واحدة اللي هي درجة الحرارة، بعدين تاني واحدة نختار الضغط، بعدين نختار قيمة الضغط الوحيدة هذه ونضغط أوكي. إذا الضغط إذا درجة الحرارة بتساوي 62 عندما الضغط يكون 22، 62.01، صحيح، اللي هي جاية بين 60 و 65، بناتهم يساوي 62. وهذا بالنسبة للدرس. شكرا جزيلا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.